عرفتنا والقليب بيفرح العصر بين الصلاوتين. والبارحة العيني ما نامت على شروط الخل سهرانة، واني بغزلان على الضحضح يلعب عن بعيت العيني. يا علتي بالحشا طالت عفور قطط حيتي قلقانا، لديتي واني بعيد مراح يا واضحة بمنزل انزاني. يا دمعتي عرمش سالت نزلت على الخد حرقانا، يا بني ترى الهوى دبح ترى يرمي الهفا والشيني. يا ليلتي بات سهر دامت ومن الغفا اصبحت وجعانا، علمي بهواكم وانا اسوح عفراقكم ما لنا معيني. والنفس عن زادها صامت والفكر عزيني تعبانا، يا واضحة يا زينتي لملح بالهوى والله رميتيني. والله لسري مهما صارت وادبرك يا بن عجلانا. زين يا ابو عارف زين، وايش الخطة اللي عندك يا فليحان؟ الخطة اللي عندي نجهز حالنا باكر، بعد باكر نغزي بن عجلان ونكيل له الصعصعين. توافقون على رايه يا هالربع؟ اي بالله يا ابو مشعل انا وافق. لا بالله انا من موافق، كيف نهاجمه بالحال لسه جروحنا ما شفيت ولا هيئنا رجالنا ولا سلاحنا. يا وجوه الخير، ابن عجلان ما هو ولد، وانا متأكد انه الان ماخذ حذره منه وعيونه علينا من كل جهة ويرصد كل حركة نتحركها، وحنا ما نقدر نغزي بهذا الوقت. واذا انا طوعتكم وغزينا ابن عجلان رايح تكون خسائرنا اكبر ويهزمنا هزيمة ثانية، وضربتين بالراس يوجعن. وعندك خطة ثانية يا عمي؟ ايه يا فليحان عندي. هذا فنجان ابن عجلان، من يشربه؟ من يشربه؟ مد الفنجان الحاضرين. من يشرب فنجان ابن عجلان يا هالربع؟ من؟ يا النشامة، يا وجوه العشيرة، مثل فنجان يا مكاري، فنجان ابن عجلان من يشربه؟ لويش يا عبد، أريد رجل شجاع يشرب فنجانه ويروح يذل بعربانه.
رجل واحد يروح يذله بعربانه؟ إيه يا فلحان، واللي يشربه أنا علمه كيف يذله ويهينه. تشربه يا فلحان. بس هذه مهمة صعبة يا عمي. من يشرب فنجان ابن عجلان قبل ما يبرد؟ تشربوا يا مكاري؟ لوي سكت؟ جاوبني. ما بي ناس يشربوا يا النشامة؟ ما بي؟ لا لا تصيح الصوت من هول ما جرى على سيف ومشعل فارق الاثنين لجوح جوح الذيب وصيح بالخلا وحن حنين الفاقد العناي على سيف جهل من عالي السماء وعفراق مش على ضرب الكفين ولاصبر صبر أيوب على فراقكم ودموع عيني من البكاء جفين صوت ما شوف مشعل ويا سيف وينك يا عضيدي وين يا حسرتي ما عاد عيني تشوفكم علي يا حسرتي فارقتنا الأخين وش صار يا بكاري؟ سلامتك يا هلالة، القهوة فارت من الدلة. تريدين مني خدمة يا هلالة؟ أريد أموت. ما عاش الموت يا هلالة. يا هلا بي بكل وقت وبكل ساعة، حياتي مرة مثل العلقم، صار الموت أحلم منها. بإذن الله غير تعيشين وتشوفين بعينك شلون ناخذ بثارهم وثار كل فارس اقتلوا بن عجلان. والله ولو ذبحته بن عجلان وفنيتوا عشيرته من كبيرها لصغيرها ما يرجع مشعل وسيف. لا لا، ما بي شي يعوضنا عن سيف ومشعل. لو نقدر نشتريهم بالمال والأرواح اشتريهم، لكن ما يصير غير ناخذ بثارهم. ومين هو اللي ياخذ بثارهم؟ أبوي اللي انقص جنحانه، ولا فليحان الحاقد علي وعلى أبوي؟ لا لا، مهما صار بين أبوك وبين فليحان يظلوا أهل، والدم يا هلالة ما يصير مية. والله يا مكاري الحية ما تصير خية، فليحان يحقد علينا أكثر من بعير وحنا ما نأمل منه الخير. ما اقدر اشوفش تبكين يا هلالة، ما اقدر.
اتفرج عليها زين وانطيني رايك بيها. صدقت يا نواف صدقت، هذه الشبريه ما لها مثيل عند الشيوخ العرب كلها، وما يجوز كلها مثيل ابدا. هذه الشبريه خلقت لابن عجلان وبس. بالله يا نواف، يوم عن يوم معزتك بتزيد بقلبي. دامك الله، والله مشتيها اشوفها وهي على خصرك. هذه الشبرية يا نواف ما تتقدر عندي بثمن، اطلب ويش تريد. يعني لو امسك قاتل اخوي سلطان ويش اسوي بيه؟ تقتله. وبكلمة منك اعفو عنه واكرمه، وقيس عليها قديش معزتك عندي يا نواف. بلعونك قدها وقدود يا ابن عجلان. حياك الله يا نواف. اقعد. تفضل. نواف. يونو. ودي تسولف لي عن صفرتك وعن الشيخ هايل وعن واضحة. تكرم لحيتك يا ابو فواز، هسع بس اشرب القهوة احدثك عن كل شيء صار معاي. من جالك. زي تفضل يا نواف. قهوة محمصة زي. صحتين على قلبك. نواف. يلا. ما ودك تقول شيء؟ زي هسا حدثك عن كل شيء صار معي بهذه السفرة. تكرم تكرم يا ابو فواز، تكرم بس اشرب القهوة. تكرم. والله كلام عمي ما هو معقول يا ابو عارف. العيال استحوا يحكوا حكيو. طول بالك يا فليحان، كل شيء طولة البال يصير. ما عاد بيها صبر يا عمي يا ابو عارف. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف عاد، قال وده واحد فارس من فرساننا يروح على راضي بن عجلان ويذل ابن عجلان بعربانه. والله عنتر بن شداد ما قدر عليها. صراحة كلام عمك ما هو معقول ابدا، يد واحدة ما تصفق. اسمع يا ابو عارف، ويكون بعلمك وعلم العشيرة كلها، اذا ظليتم تسايرون عمي وتطيعونه، لا أنا منكم ولا أنتم مني ولا مغادر العشيرة ولا باقي. صل على النبي يا فليحان، بإذن الله ما يصير إلا اللي تريده. والله هادي أبو عارف، أنا قاعد هان وقلبي من جوا يحترق. أولادنا انذبحوا، حلالنا انتهب، ومالنا وقال إيش فوق هذا كله نساير عمي ونطاوع. لا بالله هذه المرة ما نسمع كلامه. سمعنا كلامه كثير وشفنا النتيجة بعيوننا. المرة هذه نمشي على رايك.
شوف ويش تريد منا وحنا حاضرين. اي حياك الله. انا رايي نغزي بن عجلان قبل ما تبرد جروحنا، والمثل يقول اضرب حديد وهو حامي. وحنا عند الطلب. بس انا عندي راي ثاني يا فليحان. وش هو هسع بن عجلان؟ محترس زياده عن اللزوم، ولا بد انه واضع عيون تحرس وتراقب جميع الدروب، واذا مشينا عليه اليوم ما نقدر نفاجئه مثل ما فاجأنا. صحيح صحيح 100%، لكن انا ما قلت عاد ان نمشي الليله، نجهز حالنا وسلاحنا ومن باكر. رايك سليم، وبعد كم يوم يكون امن، وبهالحاله نقدر ناخذهم ونرد حلالنا. يعني موافق يا ابو عارف؟ هيه انا اول اللي موافقين، ويوم ان تمشي تشوف رجلي قبل رجلك. حياك الله حياك الله. بس عاد يا ابو عارف، انا بقول انه وحدك ما يكفي، انا اريد العشيره كلها تكون موافقه. الكل عندي، اطمئن. الكل يقول فليحان شجاع ورايه سليم، المهم ناخذ بثارنا ونرد حلالنا. والله صحيح، هذا الصحيح، نرد مالنا وحلالنا. ابو عارف، ايه وش رايك نروح ندور على بيوتهم ونقول لهم راينا ونشوف وش هو رايهم؟ ايه بالحال يا فليحان بالحال. ايه يا الله يا رب. السلام عليكم. والله يا ابو مشعل ما كان بودي يطلعوا ربعنا منها، وحنا مختلفين بالراي. اختلافنا هذا ما يستفيد منه غير بن عجلان، حنا ضروري نوحد كلامنا. انا عارف هذا الشيء يا ابو زاهد، لكن مثل ما يقول المثل، العودة عن الخطأ سواب. ابن عجلان اقوى منه، وانا ما اسمح له يذبح عشيرتي ذبح النعاج. والافضل نستعمل الحيلة والذكة لبين ما تتقوى العشيرة وتصير قادر على اخذ ثارها. انا معاك، لكن هالرجل اللي تريد ترسله لابن عجلان ويش يقدر يساوي لحاله؟ يوم نلقى هذا الشاب الشجاع بالعشيرة ساعتها تشوفون وش يصير. وش تريد تساوي؟ أريده يضرب ابن عجلان ضربات صغيرة لكن يوجع بيها. القصد يا ابو مشعل؟ قصدي يغزينا مرة ثانية. اي يغزينا هو أخير من حنا نغزيه. اي يا ابو زاهد، ابن عجلان ما يقدر يغزينا بالحال، ولا يساويها قبل شهرين ثلاث، وبهذه المدة نكون احنا حضرنا أنفسنا وجهزنا حالها. وأنا محضر له فخ ما ينفذ منه المخبر. كيف يا أبو مشعل كيف؟ هذا كلام سابق لأوانه يا أبو زاهد، كل شيء ينعرف بوقته. المهم ألاقي الشاب الشجاع اللي يطاوعني على اللي ودي أسويه. ولقينا هذا الشاب يا أبو مشعل، من صحيح أنك بالله صحيح يا ابو زاهد. والله يا ابو مشعل ضروري ان نلاقي هذا الشاب من بين شباب العشيره. متى يا ابو زاهد متى؟ بالحال يا ابو مشعل. اروح معاك. اي بالله. مكاري هيا عمي، ان حد سال عني قل انا راجع. حاضر يا عمي.
نواف نواف. يا نعم يا طويل العمر. سلفتني عن الشيخ هايل كثير، متى توصلني الوضحة يا نواف؟ هسا بس أشرب القهوة. بالله قهوة زينة ومحمصة زين. صحتين على قلبك يا نواف. تسلم تسلم يا أبو فواز تسلم. قول يا أخوي قول. وإيش أسولف لك عن وضحة لسولف لك يا طويل العمر؟ الله أكبر. قول قول يا نواف، ما تخلي شيء بصدرك ما تقوله يا نواف. قول تكلم يا أخوي قول. الشبرية اللي على خصرك فريدة ومالها مثيل. وإيش دخل الشبرية يا نواف؟ وضحة فريدة ومالها مثيل بين صبايا العرب كلها. اي بالله صدقت كلامي يا نواف؟ انت دايما صادق يا طويل العمر. حياك الله يا نواف. كمل يا اخوي كمل قول. اول ما شفت وضحة شفتها وهي عند غدير المي وحواليها صباياها مثل الغزلان. الله أكبر، ما أجمل حديثك يا نواف. كمل يا أخوي قول قول يا نواف. اللي سمعته منك عن وضحة ما يطلع نقطة مي ببحر يا أبو فواز. إي بالله يا نواف إي بالله، لكن كيف عرفت يا نواف؟ الجوهرة ما تخفى يا طويل العمر. صحيح، وضحة جوهرة نادرة. وضحة لكن ويش قالت لك ويش قلت لها؟ قول يا أخوي. أول ما شفتها يا طويل العمر إيه؟ قلت لها ابن عجلان أرسل لي هدية متواضعة. زين، ولو تطلبين لبن العصفور ليجيب لك اياه. اي بالله بجيب لها كل اللي تريده. ها كمل يا اخوي. ضحكت وقالت ها سلم على ابن عجلان كثير السلام. ها انا يا طويل العمر بحياتي ما شفت بذكائها وبجمالها. الله يهنيها بيك ويهنيك بيها. تسلم يا نواف، وانت يا اخوي الله يرزقك ببنت الحلال اللي تتهنى بيك وتتهنى بيها يا نواف. إيه الله يسمع منك. ها نواف ما جابت لك سيرة اللغز؟ أنا يا طويل العمر اللي فاتحتها بي. ها زين، قلت لها ابن عجلان متنازل عن اللغز. ها بأقرب وقت يكون عندك حتى يزفش العربان. زين، وإيش قالت لك؟ قالت لي ها أنا أعد الأيام والدقايق لشوف طلعت ابن عجلان. الله أكبر. ها لكن يستحيل أكون له مرة إن ما قدرت أحل اللغز. ها وما قدرت تقنعها يا نواف؟ حاولت. ها حاولت كثير يا طويل العمر. زين، لكن ما فعلت. وقالت يستحيل أكون له حليلة إن ما قدرت أحل اللغز، ولازم يدور على غيري. الله يلعن أبو اللغز ويلعن أبو ساعته. ما أدري كيف اتجنيت وورطت نفسي هذه الورطة. اسمح لي يا طويل العمر أروح أشوف أختي. وين رايح؟ إي بالله أشوف أختي. يا الله. نواف. نعم. لا تنسى حنا توعدنا الليلة نلعب المانجلة يا نواف. ها؟ بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة يا أخوي. تقدر على ابن عجلان يا بكاري؟ أنا اللي أقدر عليه. ما بي حدا بالعشيرة كلها يقدر يضربه ويوجع غيري. وليش ما شربت فنجانه من إيد أبوي؟ بكاري ليش ما شربت فنجان ابن عجلان قدام الجميع؟ نويت أشرب يا هلالة،
لكن خفت. خفت من ابن عجلان؟ لا، خفت من فليحان. يوم جت عيني بعينه تذكرت انه اتهمني بيك، وخفت التهمه تصير صحيحه امام ابوك والحاضرين. انت تحبني يا مكاري؟ جاوبني بصراحه، انت تحبني؟ زين، وانا احبك. انا يا مكاري اعرف كل خلجه وافهمها، ما لومك. اللي بيني وبينك مثل ما بين السماء والارض، لكن حنا اليوم التقينا وجمعتنا المصيبه. دام انك تعرفين كل شيء يا هلاله، ويش اقول؟ اعترف وقول انك غلط غلطه كبيره بحقي وبحق نفسك. ليش؟ لما ابوي يوقف ويقول امام الحاضرين مين اللي يشرب فنجان ابن عجلان، والكل خافوا وسكتوا، كان لازم تقوم وتشربه طالما تقدر عليه. لو قام فليحان وشرب الفنجان تتجوزي؟ انا اكره فليحان وما اقدر اشوفه، لكن لو اخذ بثار مشعل وسيف كنت حطيته على راسي. كيف عاد لو انك انت اخذت بثارهم؟ كان ساعتها مكانك يكون بقلبي وعيوني طول ما انا عايشه. لا لا، انت صادقه وابوك صادق، لكن انا العشيره ما ترحمني يا هلاله. فليحان ولد الشيوخ وليك بيك. لما العشيره تشوفك فارس يزل عداها ترفع راسها بيك وتنعد فارس من فرسانها، ويومها ما يليك بهلاله بنت الشيخ مفوس غير الفارس مكار. الحاجز اللي كان بيني وبينك نزاح يا مكاري، وإن كنت تحب هلالة مثل ما هي تحبك تقدر تتجوزها بسنة الله ورسول. هلالة، كرمال عيونك أنا الليلة مسافر على بن عجلان، بس لي طلب واحد عندك. ويش هو؟ ما ناس يدري بهذا الموضوع، لا أبوك ولا واحد بالعشيرة. ويش تقول يا مكاري؟ هذا كل مريده يا هلالة. يا هداك الله، لازم أبوي والعشيرة كلها تدري باللي يصير. لا مريد يا هلالة، مريد. فليحان يحقد علي كثير، وندري بالموضوع يتآمر علي. خسف فليحان واللي وراه. وبعدين بي شيء ثاني يا هلالة، إن ما توفقت أسير مضحكة طول عمري أمام الجميع. على القليلة لازم يعرف أبوي. لا لا لا، ولا أبوك. لا تغلط يا مكاري، بكرة إذا الله وفقك والناس بدها تسأل وتقول مين هذا الفارس اللي بيض وجهنا، وإذا أنت ظليت ساكت يمكن يقوم فليحان ويدعي إنه هو اللي دخل على أراضي ابن عجلان وعلم عليه. ما يهمني، أنا ساري على الموت مشان العشيرة. هيك تريد؟ إيه، هذا كل ما أريده. وهسع أريد أشرب من جانب عجلان من يدك أنت يا هلالة. لا لا، ابشري بالخير.
جروى كان يموت. طيب يا نواف، جروى كان يموت. أشوف المنقلة حاضر محضر يا طويل العمر. هذا اليوم اللي آخذ بثاري منك يا نواف. ما عاش اللي عاديك. وإمتى كان بيننا ثار يا طويل العمر؟ ما أنت غلبتني مرتين باللعب يا نواف. اقعد. تقدر تنكر يا نواف؟ هذه مسألة بسيطة وما هي بيناتنا. لا بالله يا نواف، ما هي بسيطة بالنسبة إلي. أنا من يوم إن تعلمت اللعبة ما واحد غلبني غيرك يا نواف، ولو ما كان فكري مشغول أكثر من اللازم ما قدرت تغلبني. وإيش اللي شاغل فكرك يا طويل العمر؟ وضحة من جهة، والشيخ مفوز من جهة ثانية. وعسى اليوم أفكارك مرتاحة يا طويل العمر. الحمد لله، أنت طمنتني عن وضحة والشيخ مفوز، فركت له خشمه. الله يجعل أيامك كلها مسرات وراحة بال. بوجودك يا نواف، بوجودك. اليوم لاعبك وغلبك بكل سهولة يا نواف. حنا مغلوبين أمامك يا طويل العمر. لا يا نواف لا، لا تحاول تأثر علي بكلامك الزين. الحب والصداقة بجال والمنقلة بجال ثاني، وانت اليوم مغلوب كيف ما لعبت. ما الله هداك يا طويل العمر ونشوف ان لعبة غير المنقلة. لا لا تتحاول، لا تحاول تتقرب، هذا من رابع المستحيلات. العب زي ولعبنا اليوم على شرط يا طويل العمر. ايه يا اخوي، على شرط ونص. وش هو شرطك؟ المهم بالاول اغلبك وبعدين استرجع خاتمي وحصاني. يا طويل العمر، ما انا قلت لك من اول اعيد لك الخاتم والحصان من غير لا. نسيت يا ابو فواز؟ لا بالله ما نسيت يا نواف، وانا جاوبتك بحينه وقلت لك ما استرجعهم الا باللعب. وانت وين تريد؟ يمكن يكون شرطي غريب بالنسبه لك هذه المره. انا موافق عليه سلف. زين، واذا غلبتني راح نطيك الخاتم والحصان، وما العب الا اذا قبلتهم مني. بالفعل هذا شرط عجيب يا نواف، يعني اذا كنت غالب او مغلوب بسترجع خاتمي وحصاني. نعم يا طويل العمر، ما العب الا على هذا الشرط. وش هو شرطك؟ بعد اللعب أقول لك عليه. نواف. نعم. طلبك. أقدر عليه يا نواف؟ إيه بالله تقدر عليه. نواف، أنت خذيت خاتمي وحصاني وما سألت، وإيش تريد مني أكثر من هيك؟ أتجوزك أختي حليمة بزف لك إياها باكر، تريد روحي بقدم لك إياها، وإيش تريد أكثر من هيك؟ ها؟ ما أريد غير سلامتك، لكن ودي تلتزم بكلمة واحدة يا طويل العمر. بالله يا نواف، بالله لنفذ لك كل اللي تريده. العب. تفضل. العب يا نواف. تفضل. تفضل. لا
جروك مات. تفضل. لا. جروك مات. انتهان لحالك يوبا. تعالي يا هلالة. فوتي يوبا. لا تحمل نفسك فوق طاقتك يوبا. يا عين الله يا بنتي. وش صار معك؟ بالعشيرة كلها ما لقيت الشاب الشجاع اللي يقدر يلبي طلبي. خذلوني يا هلالة، خذلوني وخيبوا أمالي. لا تنقهر يابا، لابد الله يفرجها عليك وتنال مرادك. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حتى ابن عمي فليحان ما لباك؟ فليحان؟ فليحان يلبيني؟ يابا إذا الغريب ما لباك مالنا عتب عليه، لكن العتب على فليحان اللي من دمنا ولحمنا. أسلم من شره وأنا بألف خير من الله. لساته حاقد علينا يوبا. الحقد يا بنتي علة مالها دوا، صاحبها ما يبرى منها إلا بالموت. إيه يا فليحان، مش عالوسي ما هم ولد عمك من لحمك ودمك؟ جلهان وعزاني بيهم، لكن أنا عارف إنه شمتان بي أكثر من ابن عجلان. تدري يا هلالة، الكلام اللي قاله مكاري طلع كله صحيح. كيف يعني؟ اليوم ثبت لي إن فليحان كان يحرض علي وجوه العشيرة. الناس اليوم تقول إن أنا سبب المصايب، ولو طوعت فليحان وغزيت ابن عجلان قبل ما يغزينا كان ما صار اللي صار. ولو طوعت فليحان وغزيت كنت تنجح فيها يوبا؟ لا يا بنتي لا، حنا لا أمس ولا اليوم نقدر نغزي ابن عجلان بأراضيه، لكن الحظ ساعد فليحان. وجه العشيرة تمشي معاه وتأيد كلامه. وإيش فكرك تسوي؟ ما زال عندي خيط أمل يا بنتي، لكنه ضعيف. لو ألقى الشاب اللي يقدر يعلم على ابن عجلان ويوجعه كان ترتفع معنويات العشيرة، واثبت للجميع إني أنا على صواب وفليحان واللي معاه غلطانين. إذا ما وجدته يبا؟ ساعتها أجمع وجوه العشيرة وأتنازل عن الشيخ لفليحان. تتنازل لفليحان؟ إيه يا هلالة، أتنازل له يا بنتي. الطير من غير جنحان ما يقدر يطير، وانا كان لي جناحين وانقصوا، جناح مشعل وجناح سيف. الله ينتقم منك يا ابن عجلة. لا 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 لا، تريدين تموتيني يوبا؟
غلبتك يا ابو فواز. أهنيك يا نواف، انا الان اعترف لك اني ما انا قدك باللعب. يا طويل العمر، اللي ينغلب اليوم يغلب باكر. اسمحني. لوين؟ اتفضل هذا الخاتم، واسمح لي اروح اجيب لك الحصان. لا، هذول لاحقين عليهم، عندي او عندك مثل بعضها، بس ودي اعرف ويش هو شرطك. وصر يا ابو فواز. انت صرت تعرف اني اذا قلت كلمه ما تراجع بيها ابدا. ويش هو شرطك؟ ليش سكت يا نواف؟ تريدني اتجوزك اختي حليمه ومستحي تقولها؟ لا يا طويل العمر، لكن اريد انا زوجك بنت اخترتها لك. مين هي البنت اللي تريدني اتجوزها؟ اختك؟ لا، ما هي اختي. لكن يا نواف، انت تعرف اني عاقد عقدي على وضحها ورايح ازفها في الوقت القريب. هذا ما يمنعك تتجوز بنية ثانية، الحلال معروف والحرام معروف. ادري ادري يا نواف، لكن انا عهدت نفسي اخوي اني ما اتجوز غير وضحه طول عمري. ادري يا طويل العمر، لكن هذا كان شرطنا وانت قبلت. اي بالله. نواف نواف يا اخوي، تتنازل عن طلبك وانا انطيك الخاتم والحصان وفوق منهن 10 نياق و50 نعجة. لا بالله، ما اتنازل عن طلبي لو تنطيني مال الدنيا. ما مصر يا نواف؟ لا تنسى يا ابو فواز، اللي عندك وعد صحيح؟ ايه يا اخوي صحيح. ومتى تريدني اتجوزها؟ بالوقت المناسب يا ابن عجلان. يا ابو زاهد يا ابو زاهد. يا خير، مين؟ ابو عارف. هي. يا هلا، تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ تفضل تفضل. زيد فضلك. يا هلا بابو عارف. هلا بيك. دائما صحة وعافية. والله جيت بوقتك يا ابو عارف. خير؟ الاخبار اللي سمعناها صحيحة؟ ايات اخبار؟ انك انت وفليحان تشاورتم مع وجوه العشيرة مشان تغزون ابن عجلان. اي بالله صحيحة. هاي مساعيك ولا مساعي فليحان؟ لا بالله مساعي فليحان، لكن الجميع وافق عليه. عليش اتفقتوا يا ابو عارف؟ والله اتفقنا انه نحضر حالنا خلال اسبوعين، وبعدها نمد على ابن عجلان ناخذ بثارنا ونرد حلالنا ومالنا. لكن هذا يصير يا ابو عارف؟ اطيعون فليحان والشيخ مفوز حي يرزق. والله يا ابو زاهد ما ضل بيها مجال عاد. الحية اذا تضايقت تعض بطنها، وحنا تضايقنا كثير. ابن عجلان اوجعنا ودم قلوبنا، والحر ما يسكت على الإهانة والذل. هذا الكلام ما خالفك به يا ابو عارف، لكن الشيخ مفوز شيخنا وكبير، وكرامته من كرامتنا، واللي ما له كبير والله ما له تدبير يا ابو عارف. شوف يا ابو زاهد، الشيخ مفوز شيخنا اليوم وباكر بعيوننا وبقلوبنا، لكن حنا ما نقدر ننام على الضيم وننتظر حسب رايه.
لكن ما يجوز نخالفه يا ابو عارف. بالعكس، هو ما يصير يخالف راي الاكثريه. اذا وده يمشي معنا ما حدا يتبدى عليه، واذا ظل معند ومخالف حنا مضطرين نمشي ورا فليحان. يعني هذا رايكم الاخير؟ اي بالله هذا راينا الاخير. لكن بشوف يا ابو عارف ما اخذتوا رايي. هسه صار بي عندك علم، ودك تمشي مع الشيخ مفوز ما حدا يعتب عليك. واذا تريد تمشي معنا يا هلا ومرحب بيك. والله يا ابو عارف انا يوم اشوف الجميع متفقين وعراي واحد انا ما يصير اخالفهم وسعري بسعرهم، لكن كل شيء ولا الشيخ مفوز. شوف يا ابو زاهد، شوف بالاول روح شوف الشيخ مفوز وشوف رايه. اذا وده يمشي على شورى الجميع ما حدا يتبدى عليه، واذا يظل معند ومخالف ما له عتب علينا بالمره. زين يا ابو عارف زين، يصير خير. توكلنا على الله، توكلنا على الله الاتكال. السلام عليكم. عليكم السلام، مع السلامه. انهان. لالا، وين جابك بالليل يا لالا؟ جيت اوضحك يا مكاري. يا هداك الله، ما خفت ناس يشوفك وانت فايته لعندي؟ كل شيء لاجلك يهون يا مكاري. جيتي وحدك ولا معك ناس؟ معي جارتنا العجوز تنتظرني برا. بس يا لالا، انا ما اقبلها تخاطرين بروحك مشاني. انت رايح على ابن عجلان وبايع روحك كرمالي، عالقليلي ما اجي اوضحك. اموت الف موت يا هلاله ولا تدق تشوكه. انت الليله ما تسافر وحدك، تسافر ويسافر قلبي معك. لا باذن الله ما ارجع الا وجهي ابيض امامك. لا ما انا ما قلت لك ما اقدر اشوفك تبكين يا هلاله. باهو بيد دموعي تصير غصب عني. شباب العشيرة كلها خذلوا أبوي وما بقي معه غير الله وغيرك، وهو ما يدري. عندي علم باللي صار. لحان من زمان وهو يستنى بهذه الساعة، لكن وحياة عيونك ما يفرح بيها طول ما نحيت. وغير يظل أبوك شيخ العشيرة غصب عن فليحان واللي وراه. باشر إذا الله وفقك وعلمت على ابن عجلان ترتفع معنويات العشيرة كلها، ساعتها يصدقوا إنه أبوي على حق. ابشري يا هلالة لعيونك. ارجع إلى البيت، إن شاء الله ما تسمع غير الأخبار الزينة اللي تسر خاطرك وخاطر أبوك بعد. تروح ويروح قلبي معك يا مكاري، تروح وترجع بالسلام. والله محتار ويش بدي احكي معاك يا ابو فواز. هذا اللي صار يا ابو عامر، كلمه وقلتها وما يصير اتراجع بيها. ما يصير يا طويل العمر، لازم تتراجع بكلمتك. ليش اتراجع؟ لما العربان تدري انه شيخ المشايخ ابن عجلان جوزه واحد صناعي، كيف يكون موقفك امام الناس؟ ويش يعني الصناعي ما هو ابن عالم وناس؟ وبعدين ما في غيري سواها. كل من سواها كان غلطان. الناس مقامات يا ابو فواز، الشيخ ياخذ بنت الشيوخ والراعي ياخذ بنت راعي مثله. لا يا ابو عامر، لا، الناس كلها خلقة الله، ما في انسان افضل من انسان الا بالاعمال الزينه والاخلاق الحميده. ما في فايده، ما تساوي غير اللي براسك. لاني باذن الله ما انا غلطان. ما في إنسان معصوم عن الخطأ، وانت أخطيت بحق نفسك مع نواف عدة مرات. نواف يا أبو عامر أخ وصديق،
وماما الإنسان قدم لأخوه صديقه ما هو خسران. آه بعظم رقبتي إنه نواف له عنده غايات ومن تداري بحالك. نواف له عندي غايات؟ إيه. ليه لاعبك على خاتمك وحصانك وما رضي بغيرهم؟ لا لا يا أبو عامر، أنت تظلم نواف بأفكارك. بالأول قلت لي إنه جاي من عند الشيخ مفوز، وبالتالي ثبت إنه بريء ولا يعرف الشيخ مفوز ولا سمع باسمه. وهسع تقول لي إنه إله عندي غايات، وإيش غايته يا أبو عامر؟ لازم أنت تعرفها، ما هو أنا. لو كان إله عندي غايات ما رجع لي الخاتم والحصان؟ ولو ما حقق منهم الشيء اللي يريده ما أرجعهم، واليوم جاي يطلب منك تتجوز أخته، ولو كان ما في من وراء هذا الطلب غاية ما كون أبو عامر. محشوم يا أبو عامر. عن إذنك يا أبو فواز أريد أمشي. وين رايح؟ عندي شغل بخاطرك. مع السلامة. بعدك مصر أنك تتجوز البنت اللي اختار لك إياها نواف؟ بإذن الله. اسمع يا أبو فواز، لي عندك طلب، وإن كنت تعزني تنفذ لي إياه. أنت تعرف معزتك عندي ومكانتك في قلبي محفوظة. أطلب ويش تريد؟ أنا أشهد عقدك عليها. حاضر، ويكون معك عطية. أريد يبقى هذا سر ما يدري به أحد من العشيرة حتى نعرف ويش هي غاية نواف. موافق. غيره؟ سلامتك بخاطرك. مع السلامة. صار اللي صار وما صفي قلبك يا هلالة. القلب اللي يحقد ويبغض ما هو قلبي يا فليحان. أنا قلبي مثل القطن الأبيض. على كل حال حنا أولاد اليوم، الماضي ننساه. موافقة يا هلالة؟ مالك يا هلالة؟ أشوف إيش تبكي. أبكي من أوجع يا ولد الهب. والله ما اقدر اشوف ايش تبكين يا هلالة. ايدك عني يا فليحان. ايش بلاك؟ ما انت مصدقه كلامي. كلمه اللي تخرج من القلب تدخل القلب يا ولد العم. انت تحبني صحيح يا فليحان؟ ولها الساعة بعدك ما بتعرف اني احبك واريد اتزوجك بسنة الله ورسوله. وانا موافقة، لكن مهري غالي. وطلب اللي تريديه، 100 ناقة، 1000 نعجة، كل ما املك من مال لك. ما هذا مهري يا فليحان. وش هو مهرك؟ راس ابن عجلان. واشرفت انا والقليب بفرح العصر بين الصلاتين، والبارحة العيني ما نامت على شروط الخل سهرانة، واني بغزلان على الضحضح يلعب انعان بعيت العيني. يا علتي بالحشا طالت عفور قطط حيتي قلقانا، لديتي واني بعيدي مراح يا واضحة بمنزل انزاني، يا دمعتي عرمش سالت نزلت على الخد حرقانا، يا بني ترى الهوى دبح ترى يرمي علها فوشيني،
ليلتي بات سهر دامت ومن الغفا اصبحت وجعانه علمي بهواكم وانا اسوح عفراقكم ما لنا معيني والنفس عن زادها صامت والفكر عزيني تعبانا يا واضحة يا زينتي لي ملح بالهوى والله رميتيني والله لسري مهما صارت وادبرك يا بن عجلانه